بحب الفن، بحب المسرح، وديك شايف المسلسلات بنسافر رايح جاي ومش عايز ارتبط بحد يمنعني. قال لي لا، مش كل الناس زي بعضها. ما التاني كان منعني، التاني ما عجبوش، يقول لي يا حضرة الممثلة بطريقة كده، ما كانش عاجبه يعني شغل التمثيل. فقال لي انا، قلت له انا عندي تجربة وعندي بنت، خلاص مش عايزة حاجة يعني، عايزة اتفرغ للفن. قال لي ما انا زي، كان ليه تجربة وعندي ولد وبنت وبحب الفن زيك، ونعمل فن كويس مع بعض. يلا. قلت له سيبنا فكر. قال لي انت تليفونك ايه؟ كان شيل لسه موبايلات ده، كنت في عجمان الكلام ده، كنا في عجمان. راح كتب نمر تليفوني، وانا اداني نمر التليفون، وقال لي نسأل على بعض. قلت له قوي يعني مش مشكلة. بقينا نكلم بعض بالتليفون. عملت ايه؟ قال لي عن المسلسل الجديد اللي بيعمله، وهيتعمل في تونس، شركة في تونس، ودوري. قلت له دوري حلو؟ قال لي حلو جدا. وهكذا بقى مكالمات. رحت الإذاعة قلت له انا بعمل كذا، رحت مش عارف ايه بعمل كذا، لحد ما رحنا تونس. اول ما وصلنا تونس قال لي مش فكرتي خلاص؟ قلت له انا موافقه، ابويا وامي وافقوا. كان هو ما كلمش بابا وماما لسه؟ هو اللي كان الكلام لا لا لا، كان الكلام بيني وبينه. جه بقى ابتدينا المسلسل ده بروفاتو هنا برضو، كانت بعد الظهر. اسبوع البروفات احنا تقريبا بيبقى اسبوع واحد، يا دوب نقرا مع بعض مع المخرج وبنسافر. في الاسبوع ده بنته وبنتي اتصاحبوا. هو بقى قصدي لما لقاني جبت بنتي راح جايب بنته، فالبنتين قاعدين مع بعض انسجم. وبعدين بنته قالت له ايه؟ يا بابا ما تتجوزها. قال لها وليه؟ الله. راحت بنتي اللي قايله قالت لي ايه ماما ما تتجوزوا بقى ما دام انتوا عاجبين بعض. قلت لهم ان شاء الله بقى لما نرجع. كانوا في سن قد ايه وقتها؟ البنات كانوا، بنتي كانت اكبر من مها، بنتي منار كانت اكبر من مها، كانت حوالي 14 سنه 15 سنه. كانت في الثانوي لسه. ومها برضو كانت لسه اعدادي بقى، يعني ده الفرق، مها اصغر. فقال له قلت ان شاء الله بقى اما نرجع من المسلسل. لما رحنا بقى تونس قال لي ليه نستنى اما نرجع؟ هتقولنا يا جماعه مأذون. قالوا له اسفين، تونس ما فيهاش مأذون شرعي، هنا الجواز مدني، عقد مدني ما ينفعلكوش، يا تنزلوا العاصمه وتتجوزوا في السفاره، يا ترجعوا القاهره تتجوزوا وترجعوا. قال لي نرجع بكره القاهره. قلت له لا، معقوله لسه جايين وفي شغل والراجل المنتج يزعل وانا يعني عايزه الشغل اهم عندي. قام حلها الاستاذ عباس، قال انا الكاست انا جايب معايا الشيخ احمد حامد حاجه كده، ده راجل شيخ شريعه ويعقد لكم اسلامي واحنا كلنا شهود، ولما تنزلوا مصر ابقوا سجلوا في مصر. قال يلا، وتلمت الفرقه كلها شهود، وزوجتك نفسي وزوجتك وكلام من ده، مش عارف الصداقه المسمى بيننا، الكلام اللي بيقولوه المأذونين، واتجوزنا كده. قلت له طب نجيب البنات بقى؟ قال نجيبهم. راح مكلم شاب هنا كان بيعمل له مساعد له، قال له روح طلع باسبورات للبنات وطعلهم على تونس وبعتهم لنا. وعملوا لنا فرح، ودي صورة الجواز، لبس تونسي اهي اللي في الوش دي. الله، دي اللي هي الصورة الأولانية اللي فوق، الصورة اللي فوق. اللي فوق ده في تونس، لبس تونسي ده. جميل. وعملوا لنا فرح وهيصه بقى للفرقه. قاعدين في اوتيل، فطبل وزمر وغنى وهيصه يعني. واتجوزنا في تونس. رجعنا بعد شهر، قعدنا شهر هناك. ومعاكم البنات؟ والبنات قعدوا معانا بقى، جم بقوا فرحانين ويعوموا في البحر ويحضروا الاستوديو، تططوا مع بعض وينزلوا السوق مع بعض، يعني عاشوا معانا الشهر ده. ورجعنا على هنا، رحنا على بيت السيده سميحه ايوب صديقتي الحميمة،
وقلنا لها احنا اتفقنا، لان هو تلميذ سعد وهبه. يعني الاستاذ سعد الدين وهبه كان رئيس تحرير المجله اللي هو بيشتغل فيها. فكانوا ايه صحاب من قبل يعني. وسميحه اشتغلت في شغله في التلفزيون المصري قبل ما يكتب لبره. ففي بيتها اتجوزنا، جبنا المأذون والشاهد على العقد الاستاذ سعد الدين وهبه. يعني كان الزواج كان بدون مأذون، كان الزواج اللي هو الشرعي في تونس. وبعدين اول ما نزلنا رحنا بقى عند مدام سميحه وجابوا لنا المأذون بتاع الحي بتاعها وعملنا العقد. وانتقلنا مع بعض نعيش بقى مع بعض بالاولاد كلهم. واجمل سنين عمري مع محفوظ عبد الرحمن. استاذ محفوظ كان رومانسي.